يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. يا رب تستمتعوا، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من قصص جواهر ستارز. تقول صاحبة القصة: أنا سمية، أنا بنت عادية وجمالي طبيعي، فكنت دايما وأنا صغيرة أتكبر على البنات وأقول أنا أجمل منكم كلكم، وكنت أضحك وأسوي لهم سالفة. كنت بنت والله العظيم أكبر متنمرة بالعالم والأكثر شهرة بالمدرسة. أما بالأيام العادية وفي البيت والطلعات أنا عادية جدا، يعني متقلبة المزاج بشكل عام. المهم دخلت الثانوي وبدأت نوعا ما إني بدأت ما أتنمر مثل قبل، يعني عقلت. كنت دايما حبيبة وطيبة مع صحباتي والطالبات، وتغيرت شخصيتي لأبعد درجة. كنت منصدمة من التغير الملاحظ من عائلتي، لأن أم دايما تقول والله إنك متغيرة عن قبل بكثير، أتوقع هذه مو بنتي إنتي، أكيد شبيهة بنتي ومن هالكلام. وكنت أضحك وأقول من جد تغيرت. المهم مرت السنوات، تخرجت من الثانوي وبدأت أصعب اللحظات، ما تم قبولي في الجامعة، كنت متحطمة، بس أبوي كان هم الوحيد الفلوس، قال ما عندي بنات يجلسون بالبيت بدون وظائف أو شغلات، دام ما تدرسين ولا تشتغلين راح تتزوجين، يلا اختاري. انا طبعا ما ابي اتزوج، لو اهرب ما ابي ادمر احلامي على الزواج والتعب والمسؤوليه، فقلت بشتغل بالمحلات وراتب حلو يدبر الحال، اهم شيء ابوي ما يكلمني ولا يفتح موضوع الزواج معاي. فعلا بدات ادور، بعد اسبوع جاني قبول في محل حلويات وكيك، فرحت وداومت وما تتخيلون فرحتي، جتني طاقه ايجابيه، لانه احنا بقريه ما في حريه، يعني لما تتمشين او تطلعين لازم اخوك معاك عشان ما حد يشوفك، فكان تعقيد بمعنى الكلمه. كنت منزعجة من هالموضوع، لأن حتى وأنا بروح للشغل لازم أخوي يجلس معاي لين أخلص شغلي، فكنت أتفشل لما تجي زبونة أو زبون يشوفون، والله إحراج. فكنت دايما أزعل وأشتكي لأمي، أمي تقول لي هذا والله أبوك المعقد وش بنسوي فيه، خليه على ربك. فأحاول أقنع أخوي إنه أنت روح لكافي أو أي مكان وأنا لما أخلص أتصل عليك، بس يرفض، يقول أبوي هو اللي موصيني عليك، ليش تبين أروح؟ قلت ما في شي، بس أنحرج منك قدام الزباين وأنت مو موظف. فحاولت بس أخوي معند. المهم بعد سنة كاملة من الشغل قررت خلاص أبي أرتاح وأجلس بالبيت، تعبت لأن كل الفلوس اللي أطلعها من الشغل أبوي ياخذها، فقاعدة أتعب على الفاضي ولا أحصل شي لي. وأبوي عصب لما عرف إني خلاص رح أترك الوظيفة، قال يا ترجعين للوظيفة أو رح تتزوجين. سكت، ما كنت أبي أقرر أي شي وأندم عليه، قال خلاص رح تشوفين شي ما رح يعجبك. قلت أكيد هو معصب ومستحيل يسويها، أنا بنتي الوحيدة وما أعرف إيش. بس اتفاجأت اليوم الثاني، أمي دخلت علي قالت يا سمية قومي. قلت نعم، قالت جوكي خطاب بسرعة تجهزي. قلت إيش؟ صحيت وشعري منكوش وأبكي كأني بحلم، قلت ما راح أطلع لهم لو يصير اللي يصير. قالت ذا أبوك، إذا شافك معندة والله يخليك تروحين معاه، وإنتي عارفة أبوك زين. تجهزت غصبا عني وأنا أبكي، وحطيت ميك اب بسيط وكله أصلا ساح وخرب من البكا، وجيتهم وأنا وجهي مفقع صياح، وجلست ومنزلة وجهي، قلت في بالي أكيد رح يشوفني ما أبي رح يرفض. ورحت لغرفة وأنا أسكر الباب ونمت، نعم نمت لأني كنت متأكدة أني ممكن ما عجبته. وأصلا أزيدكم من الشعر بيت، ما شفت الرجال ولا نظرت فيه، كنت صادة عنه ولا أناظر فيه، بس اللي صدمني أني لما صحيت أمي قالت الرجال وافق وقال الزواج أبي قريب ومستعجل. قلت إيه؟ طب أنا ما أبي. قالت والله هذا مو شغلي، أبوك بيزوجك روحي تفاهمي معاه. وتجهزت للزواج وأنا مالي نفس لا للزواج ولا للتجهيزات، وجاء يوم الزواج وكنت بس أبكي، وأمي تقول يا بنتي خربتي مكياجك وش بتستفيدين من بكاك، هذا غير التعب، خليكي مبسوطة حتى لو ما تبين. المهم رحت مع زوجي وطول الطريق وأنا ساكتة وهو ساكت ولا تكلمنا. وصلنا الفندق ودخلت الغرفة وجلست على السرير، هو نزل بشته وجاء عندي وقال سمية أنت مجبورة علي. قلت وش رأيك؟ وانا ترى كنت معصبه مره لاخر درجه، وعصب ومسكني من شعري وقال انا وش دخلني فيك، انت كنت موافقه، والله هذا ما يعنيني، انا ما ارضى اتزوج واحده مجبوره علي، انت غلطانه لانك ما قلتي ولا حاولتي تتواصلين معاي ايام الخطوبه والملكه، والحين تجين بكل سهوله تقولي لي كذا. قلت والله انت عارف من اول ما شفتني وانا مو مبسوطه. قال لا والله الحق الحين علي انا، انا اوريك. وراح وطلع وانا ولا فكرت فيه، بالعكس قلت فكه ما ابي اصلا. مر يومين وأنا بالفندق لحالي وهو ما جاء، بعدين ثالث يوم صحيت وأول ما فتحت عيوني إلا هو قدامي، بسم الله قاعد يناظر فيني وأنا في الزيت، قلت بسم الله الرحمن الرحيم كأنك أسد، وش فيك كده تناظرني؟ قام قال
اختفيت ولا فكرتي تسألين عني ولا فكرتي تعطين زواجنا فرصة. قلت له ما عندي مانع أعطيك فرصة، بس كل يحترم الثاني. الحمد لله صرنا زوجين. بصراحة هو عصبي بس في طيبة. المهم سافرنا شهر عسل لمدة شهر وكنت مستمتع بكل لحظة. وبعدها رجعنا من السفر قام قال لي سمية انتي عارفة انا لسه متوظف وما شريت بيت، فبنسكن عند امي لين تتيسر اموري، وامي بيتها كبير وكلام كثير. الخلاصة قال نسكن عندها لين نشتري بيت. بصراحة انا ما ابي اسكن عند امه لاني ما حبيتها من يوم زواجنا، كانت ملامحها كأنها ما تبيني. حاولت فيه بس هو مصر اننا نسكن عند امه، وفعلا جهزنا اغراضنا ونقلنا عند امه. وحسيت اننا ما راح نطلع من عندها لان ولدها طول عمره يشتغل بس ما فكر يشتري بيت. المهم اول يوم مر عادي، كانت مدلعتني بشكل غريب وانا استغربت منها، بس ثاني يوم بالضبط انقلب البيت فوق تحت لان هي عندها ولدها الكبير متزوج وكلهم عايشين عندها لان بيتها كبير، وعرفت انه هي اصلا تزوج عيالها بس تسكنهم عندها. المهم صارت مشاكل بيني وبين زوجة ولدها، غيرت بنات انه مين احسن عند ام زوجي، وتعرفون البنات طبعهم غريب. فكنت احاول اساعد ام زوجي بشكل كبير لو حيلي منهد، بس عشان اطلع بنظرها كويسة وعشان ما تفرق بيني وبين زوجي، لانها بنفس الوقت ترى فرقت ولدها الوسطاني عن زوجته لانها ما كانت تطيعها بشيء. فكنت خايفة لان زوجي الحمد لله كويس معاي. ومرت سنة وانا وياهم حلوين الحمد لله بدون مشاكل، والحين عايشين مع بعض بدون مشاكل. وبس انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، واذا عندكم قصص وتبوني اقولها ارسلوها لي على الانستغرام، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف.